لازم احكي تليفون ضروري. ايه تكرم عينك يا رائدة. نعم. خديها خليها تحكي تليفون. ايه تفضلي. شو هالمبنى هاد؟ مستشفى؟ يعني هيك شي. عفوا شلون يعني هيك شي؟ يعني هون مصحة. مصحة شو؟ مستشفى مجانين؟ لا لا هون مصحة نفسية، يعني أحيانا بيجوا لعنا مريضات بحاجة لشوية مراقبة وراحة، بنحطهم عنا لبين ما يطيبوا. يعني اللي كانوا معي بالباص كلهم مريضات. إيه بس الشوفير ما قال لي هالحكي، أنا قلت له بدي أحكي بالتليفون قال لي اطلعي، بقى بأي حق بيجيبني لهون؟ إيه والله لأخرب بيته. العمى معقولة؟ طولي بالك شبك عصبتي، هالقرنة مقطوعة ومستحيل تلاقي تليفون. بقى فوتي احكي من غرفة المدير وقضي شغلك، وبجوز يبعت معك سيارة توصلك لوين ما بدك. المدير جوا؟ رح اخدك على مكتبه ومن هنيك اتصلي باللي بدك اياه. امشي امشي حبيبتي. ايه بس انا يعني ليك التليفون على بعد خطوتين من هون. امشي. شكرا. ليش قفلتوا الباب؟ افتحوا الباب. انا جيت بس لاحكي تليفون. لا تعني انت وياها، شو بكم مني؟ تبكوني؟ لا تعني انت وياها.